في بشر بيقصدوك بخدمة، وهي نعمة من رب العالمين إنه يسخرك لخدمة ومساعدة الناس. بس في منهم فئة بتحاسبك على النتيجة مش على المحاولة والجهد. أنت بتكون عملت اللي عليك، سألت، حاولت، اتصلت، رحت، ويمكن حتى تزللت، بس ما صار شيء لمليون سبب وسبب. وقتها هالناس تعتبرك ما عملت ولا شيء ولا شيء، ويمكن حتى يحكوا عليك ويقولوا عنك عكس اللي فيك. هون لا تزعل، لا تزعل، لأنه الله بيعرف شو أنت وشو عملت وشو هو أصلك ومعدك.